هنا وان كان مش محلي قوي الحقيقه، لان هو محلي بفكر خلاص طال العالم كله، الفكر الارهابي. كيف يصنع الفكر الارهابي؟ احنا طبعا في يعني انا مش هوصفها، انا لا هقول نغمه ولا هقول شعار ولا يعني انا لن اوصفها، لانه خلاص احنا اصبح عندنا قناعه دلوقتي ان المواطن المصري لديه درجه كبيره جدا من الوعي، ان هو بقى زي ما بيقولوا اوتوماتيكلي عارف يفلتر الافكار، واصبح لا ينخدع وراء اي شعارات او دعاوى او غيره. عندما نتحدث عن الخطاب الديني، عندما نتحدث عن الخطاب الذي توجهه مؤسسات الدولة الدينية إلى الشعب المصري، بل ربما إلى الوطن العربي، ربما إلى الشعوب الإسلامية حتى، باعتبار أن مصر هي البلد التي يوجد بها الأزهر الشريف، مؤسسة الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف المصرية أيضا مؤسستين دينيتين كبريتين. الحقيقة أنه عندما نصل إلى الحديث عن تجديد الخطاب الديني، لابد أن ننظر إلى تلك الأمور التي قد يراها البعض من صغار الأمور، لكن هي في الحقيقة ليست من صغار الأمور إطلاقا. إذا كنا بنتكلم طول الوقت على الحشو اللي بتحشي بيه دماغ كل من يتجه أو يسلك مسلك التطرف والإرهاب والفكر الرافض للمجتمع بكل ما فيه ورافض للعلم والتطور والتنوير وغيره، تعالوا نشوف في ضبطية واحدة فقط ما الذي وجدناه في بعض مساجد إنا. وش معنى إنا؟ ربما هي ملهاش إجابة، ربما ده سؤال ملوش إجابة، ربما إنه تصادف إنه كتير من الإرهابيين اللي تم التعرف عليهم أو القبض عليهم في العمليات الإرهابية الخسيسة الأخيرة عرفنا إن هم من قنا من الصعيد، وبالتالي ربما كان في لفتة إلى هذه المدينة إلى هذه المحافظة لنعرف كيف يفكر أبنائنا هناك، وخصوصا من يتجهون إلى الدعوة أو من يعتقدون أنهم متجهون إلى الدعوة الوسطية المعتدلة. إحنا عندنا ضبط 124 كتاب بيدعو للتطرف في مساجد في إنا. ال 124 كتاب دول ظهروا، هو بنتكلم طبعا على ظهور الفكر الداعشي في المحافظة. خلاص بقى عندنا محافظة أصبحت يعني تربة خصبة فيها عدد من الشخصيات التي تحرض على الانتماء إلى الفكر الداعشي الإرهابي، فربما كانت دي بؤرة كده تستحق أن نلقي الضوء عليها. في حملة مكبرة الحقيقة تمت على مساجد محافظة قنا. الحملة المكبرة دي هي كانت بإشراف الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف، وكان الهدف منها تنقية واستبعاد كل المؤلفات والكتب والكتيبات التي تدعو للتشدد والتطرف الديني. في لجنة من قيادات المديرية بالتنسيق مع إدارات الأوقاف بمختلف المراكز شكلت وفحصت المكتبات في عدد من المساجد التابعة للأوقاف والزوايا والمساجد الأهلية لتنقية هذه المكتبات العامة والخاصة بها. الحقيقة الحملة دي كشفت عن وجود 124 كتاب ومؤلف وكتيب بتدعو للتشدد، تدعو للفكر الإرهابي، تدعو لبث أفكار تدعو إلى الفتن والتفرقة وغيره. لما تيجي بقى تتكلم مع أو تبص للتصريحات اللي طلعت، فهتلاقي مثلا عندك مصدر مسؤول في مديرية الأوقاف بقنا أكد أنه منذ فترة تم رصد أئمة المساجد ومسؤول الإدارات، وتم رصد ظهور بعض الشباب الذي يتبنى الفكر الداعشي المتشدد بمحافظة قنا، وخصوصا القرى والنجوع اللي بترتفع بها نسب الأمية والبطالة. أنا عايزة بس أقول لحضراتكم الكتب، عشان برضو إحنا طول الوقت بنقعد نسأل نقول هي الشباب دي بتقرأ إيه؟ ده لو بتقرأ يعني الشباب دي لما تحب كده تيجي تقرأ عن الدين، هم فاكرين ان هم اللي بيقروا ده هو ده الدين، بيقروا ايه؟ بيرجعوا مين الاسامي اللي مرتبطه خلاص بالتحريض على العنف والتحريض على مؤسسات الدوله، الفتن، نبذ الاخر، عدم تقبل الاخر. الكتب اللي هم لقوها دي اللي بتدعو للتشدد، عندك مثلا تحفه الاخوان للكاتب حمود بن عبد الله، كتاب ابن القريه، وكتاب عقيدة التوحيد واعتقاد أهل السنة لكاتب محمد عبد الله، وكتاب التوحيد وجماعة أنصار السنة،
وكتاب الانفتاح على الغرب لمين؟ يوسف القرضاوي. من الروائع ده اسم كتاب أيضا للكاتب أحمد نسيم، وكتاب الأمر بالمعروف لياسر برهامي، في ظلال القرآن لمين؟ سيد قطب، وفقه الواقع لحسن البنا، والصخرة الأم ليوسف القرضاوي أيضا، في مرجعين أو كتابين ليوسف القرضاوي، وأفحكم الجاهلية يبغون للشيخ محمد حسن. دي مجموعة الكتب ال 124 كتاب اللي بيدعو للتطرف اللي تم تنقيتهم في من مساجد قنا بعد ما يعني العمليات الإرهابية الأخيرة التي حدثت، ولجأنا إلى عمليات رصد أكثر دقة، ودخلنا على المساجد المختلفة، ودخلنا على المكتبات المرفقة بالمساجد لنستخرج هذه الكتب منها التي تدعو بشكل أو بآخر إلى أفكار كثيرة جدا شاذة عن مجتمعنا وشاذة عن ديننا الإسلامي الحنيف. تعال ناخد مع بعض على الهاتف الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بقنا. فضيلة الشيخ أهلا بحضرتك يا فندم. فضيلة الشيخ. نعم. أهلا بيك يا فندم. يا أهلا بيك يا فندم. يعني وإن كنت ضروري حبدأ تليفوني مع حضرتك بالتحية لهذه الخطوة وفكرة إن احنا نقوم برصد ومصادرة كل الكتب والمنشورات والكتيبات التي تدعو إلى أي نوع من الفتن والفرقة بين صفوف المصريين، لكن السؤال الحقيقة يا مولانا اللي الناس كلها أكيد هتسأله، لماذا تأخرنا في هذه الخطوة؟ وإحنا لم نتأخر حضرتك، ولكن المحافظة كبيرة وواسعة، إحنا بنتحرك في حوالي 300 كيلو يا فندم، والقرى والنجوع صعب التواصل إليها، وخاصة في عدم الإمكانيات، لكن الحمد لله إحنا مشكلين لجنة كبيرة بناء على توجيهات معالي الأستاذ الدكتور معالي وزير الأوقاف بضرورة ترقية المكتبات العامة والخاصة، حتى حجرة الأئمة، حتى الشرائط، حتى الكتب. فالحمد لله السادة مدير إدارات والسادة مفتش المساجد بقيادة وكيل المديرية الشيخ محمود قناوي وتوجيهات مني والسيد مدير الدعوة، الحمد لله في اللجنة ما زالت مستمرة، يعني اللجنة لم تكتفي بهذا الأمر، بل ما زال الأمر مستمر في جميع الأماكن نصل إليها الحمد لله، تفتيش في كل شيء، أي كتيبات أو كتب أو مراجع أو مؤلفات تدعو إلى العنف والإخلال بنظام البلاد وعدم استقرارها، إلى سفك الدماء، إلى هتك الأعراض، إلى الجهاد، إلى 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 آخره. الحمد لله بنحاول على قدر المستطاع أن ننقي هذه المؤلفات، بنجيبها في عربية مديرية الأوقاف ويتم تسليمها في المخازن، وبنخطر بها الوزارة والجهات المعنية حتى نبين مجهود الأوقاف، يعني بخلاف القوافل الدعوية التي تقوم بها مديرية أوقاف قنا الحمد لله منذ فترة لمحاربة الفكر المتشدد، أسبوعيا لجنتين في الأسبوع الحمد لله، عامنا صد ضيف القرى والنجوع، والحمد لله الأمر على يعني على مش أقول على ما يرام، الأمر بدأ يتحسن إلى الأحسن إن شاء الله. طب فضيلة الشيخ معلش اسمح لي بس أسأل حضرتك سؤال، وأسألك هذا السؤال سيدي كوكيلا لوزارة الأوقاف في قنا. أنا النهاردة لما يكون عندي يعني شيخ أو خطيب بيعتلي المنبر حتى وإن كان ملتزما بما جاء في نص الخطبة الموحدة، ملتزما كقول وكوقت، لكن من المعروف إنه هذا الشخص لديه سمعة عند العامة عند جموع المصريين بأنه بيدعو في تصريحات كثيرة له انتشرت على مدار سنوات في الفضائيات للفتن، وتصريحات له تأتي هنا وهناك يعني فيها فرقة كبيرة للمصريين، عايدوا على المسيحيين، لا ما تعيدوش على المسيحيين، وحضرتك عارف طبعا، وتحديدا من الآخر بنتكلم عن الدكتور ياسر برهامي. ما الذي أنتظره يا فندم؟ يعني أنا ترخيصي هنا بقى اللي أنا بجدده كل شهر أو كل ثلاث شهور ده بيتوقف على إيه؟ معياري لتجديد الترخيص هل يتوقف فقط الترخيص اللي هو بالإمامة والخطبة، هل يتوقف فقط على خطبة الجمعة اللي بيطلع فيها 20 دقيقة يتكلم؟ لكن لو طلع بعد كده في قناة فضائية وقال إن المسيحيين كفرة أو يجوز قتلهم أو ما حدش يهنيهم أو فأنا هنا ما أقدرش أتدخل كوزارة أوقاف؟ ده لازم اتدخل، ومن شاني ان انا اتدخل وامنعه. الله يفتح عليك. ده لا، خطيب مكافأة ايا كان منصبه.
وأيا كانت مكانته، ما لم يكن قلبا وقالبا مع المجتمع ومع الدولة ومع استقرار وأمن البلاد فلا خير في دعوته، لأن دعوة الإسلام الأولى وما زالت تدعو إلى الأمن والأمان والسلم والتعايش واحترام الآخر. أما غير ذلك فلا يعرف الإسلام له طريقا. حتى أخيرا فضيلة معالي الأستاذ الدكتور بارك الله فيه وفضيلة رئيس القطاع الديني أصدروا لنا بيان من وزارة الأوقاف، الإمام الذي يدعو إلى التطرف أو التشدد أو أي فكر لا يتناسب وأهليته لصعود المنبر يتم وقفه فورا عن الدعوة والخطابة. أي فندم حضرتك بتكلم على فضيلة الشيخ جابر طايع؟ لا، بقول لحضرتك فضيلة الشيخ جابر طايع ومعالي الأستاذ الدكتور الوزير. تمام. يعني الإمام مش الخطيب. خطيب المكافأة ده فورا من صلاحيات المدرية أنه مجرد يبتعد عن وسطية الإسلام وعن الاعتدال يلغى ترخيصه. غريبة يا فندم، مع أنه فضيلة الشيخ جابر طايع تحديدا اللي حضرتك بتضرب بيه مثال تحديدا. نعم. يا فندم، يعني كان لي تصريح مؤخرا أنه طالما الإمام أو الخطيب حتى لو بالمكافأة ملتزم بخطبة الجمعة وقتا ونصا فهو لا يلغي ترخيصه. يا فندم احنا قدامنا منشور رسمي معمم على مستوى الجمهورية، اي امام او خطيب يتبنى فكرا متطرفا او متشددا او يرتكب فعلا او عملا لا يتناسب اهليتي لصعود المنبر في العمل الدعوي. طيب انا ليا سؤال عندك يا فضيلة الشيخ، معلش دلوقتي حضرتك وكيل وزارة الاوقاف بقنا، قنا هي نعم. التي يعني ورد اسمها مؤخرا في الاخبار انه عدد من الارهابيين وعدد من المشتبه بهم جايين منها، وبالتالي انا هنا عندي محافظه بها جموع من المواطنين يعني ما عندهمش مشاكل، وبها ايضا مجموعات خصوصا من الشباب للاسف ينتمون الى الفكر الارهابي المتطرف. أنا هنا يا فندم غير الحملة اللي أنا عملتها ونزلت على المكتبات الخاصة بالمساجد وصدرت 124 كتاب وكتيب ومنشور شفنا إنه فيهم فتن وفيهم مشاكل كثيرة جدا مما يبعد المسلم عن صحيح دينه. إيه تاني يا فندم اللي أقدر أعمله كوزارة الأوقاف في قنا؟ أقرب لهم أكتر إزاي يا فندم؟ خطتكم إيه؟ بتفكروا إزاي؟ تتعاملوا مع الشباب عندكم في المحافظة إزاي؟ احنا خطتنا الحمد لله دعويا في قوافل، في دروس، في خطبة جمعة، في لقاءات، حتى نصل الى ذلك الفكر، وحتى لان الفكر لا يتغير الا بالفكر، لانه لابد من تضافر جميع الجهود سواء كانت من وزارة الاوقاف او من جهات اخرى او من مؤسسات اخرى. الحمد لله احنا على قدر المستطاع وعلى قدر امكانياتنا بنحاول نصل الى هذه القرى والى هذه الاماكن. اما ان كانت حالات فرديه او نسبت اليه فدي حتى يعني حتى الان اهو الامور لم تظهر الى حقيقتها تماما. وفي كل مكان في فكر متشدد، ليس في قنا فقط بل في محافظات اخرى كثيره. انا بشكرك جزيل الشكر فضيله الشيخ محمد التراوي وكيل وزاره الاوقاف بقنا. طب خليني بس